السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا بصحة جيدة نتوما وليداتكم يا رب. وهاد النهار اخوتي راه حنا عندنا السيناجية وحنا كنديرو العشا ليها، وكنتمنى لوستي تقبل عليا وبنت خالتي ولوستي تقبل عليا. خليك النظر نشوفكم مزيان. شنو هادي عبد الرحمن؟ كتبان لي مريم بحال اللي مشكوره. مريم نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم راه حنا كنوجدوا العشاء لعمتي، وعندنا عاده اي واحد تيدير العشاء لخياته، وكنتمنى لعمتي ان شاء الله تكمل فرحتها وتخرج بنتها الاخرى يا ربي. امين. واي واحد اللي ما عندوش ذريه صالحه الله يعطيه الذريه الصالحه، واللي عنده الله يخلي له وليداته. تحيه لكم اخوتي كبيره. كما كتشوفوا اليوم راه حنا كنوجدوا العشاء، نتمنى عمتي تقبل علينا. شنو هادشي انت؟ هذا لالا بنت سيدي بغات دير بطاطا مقليه، قلت لها لا عندنا بطاطا مقليه. لا عندي نديرو بطاطا مقليه. لا الناريه، الناريه خفيفه وما كتبغيش. الناريه هي اللي غتكون هذه لعمتي ديالها. انا جبتها هي لكن بسم الله. حلوه عندها صافي. الناريه خفيفه تسكت. كنقيها جا بجوج قباط عند واحد، نقيت وحده طيبناها وحده خليتها، نقيتها درتها في البانيو وكتغطيها بالورق ديالها. شوفي كيف وقعت، كتبقى صحيحة. كنديرها في الثلاجة من تحت وكنخشي البانيو في الميكرو ونعود عليها ونخشيها. ما كتشنت في الشنايفة ما كتكحيها. هانتوما بحال اللي عندها بقيتها بالعافية. اليوم تبارك الله عليا. واللي درنا نشركوا مع خوتي المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن والدول العربية فين ما كانت اخوتي، رانا ما تنعرفوش بدولة بدولة. خاصكم يطا وخوتنا الجزائر هنا خاصكم علينا. خصهمش ندخلوا عليهم. وكنتمناو لاخوتي التوفيق. الله يجعل ربي يجيب لي الاخرى على خير وبخير والله يفرح كل وحده، والله يفك كل واحد، كل اللي حامله كل اللي الله يفك على خير وبخير، واللي ما عندهاش الوليدات الله يرزقها الذريه الصالحه، واللي مريض الله يشافيه اخوتي، والله يدقل عليكم وتعبان بالصحه والسلامه. واش كنتمنى؟ ايوا ها انتم معنا ان شاء الله. وعليكم المتتبعين يا خويا السي الطيب والمتبعين ديالنا كامل الحمد لله. تحية كبيرة لكم بزاف. خليتها تهضر عمتي مع خوتي المشاهدين. دابا خوتي درت المعدنوس ودرت الثومة والبصلة. الثومة قطعها هي. شنو غالي درنا نشركو معاه. الله يرحم علينا. نديرو غا كويزداتاي ونجلسو قبالتها. تقولي لا اختي خديجة. والله. ديرنا غير كويزداتاي وجلسو ربعو ونشوفوكم هانيا. هذاك هي الدنيا وما فيهش. فيه الحمد، فيه الحمد بلا اعداد، وكنحمدو ونشكرو ومازال وكنحمدك الحبيب. اللي عطيتني قبول مع هذا الجمهور الجاي. عطانا عائلة. عطانا عائلة. إوا عمتي بجي سخفانة. عطاونا حباب. أنا كنتعنقر، كنتعنقر باش ندعي مع الحباب ديالي على خاطري. والله. وراها كتخرج من القلب لداخل الدعوة. والله هو اللي غيراقب ويعلم وليداتو. ودابا خوتي درت معلقة ديال البزار وشي شوية، وجوج معلقة ديال الكعبة. الزعفران. الملحة راني درتها. ما تكثرش الملحة، الدجاجة مغطى حيت مشرملة. خرقوم معلقة. اللهم نزيدو ولا ناكل الملح؟ نبات نشربو في الماء. صافي مريم وخا خير يبات قرا عند راسك. الزيت راه باين اخوتي. إلا مشات جا مالح، غير إلا ملحت لك إلا الجد. هاكا إن شاء الله داك الجد هاكا الملحة. سمعيني. ما قلت لك مرت الملحة. اللهم اللهم نزيدو الملحة. مريم عجبتها العروبية. كنسلت عليا وعجبتها، انا تبعتها. شي هكا نمشيو؟ قلت نكرسو. نمشي. واش نسكنك هنا مريم في العربية؟ بنينك.
هنايا اجي وجهها مرت عامين. لا ماشي اجي وجهها بني وجهها. اسمع اخرى الله يستر. هنايا عسكنوا ولا بني وجهها سكنوا. ها؟ علاش ما عسكنوش؟ سكنوا. سي غاتسكري تقول كنت حامل الا جيت لهنا. غدور فيه البرد. تعجبتها العربيه نجي 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 نطار هنايا. وتمشقي وتمشقي من حنوكك ومن ريديك ومن رجليك. قلت له بشبك وفلحوا كيشتروا بالدم الدم كيشرشر انا اللي كنت معاكم في الحق الله العظيم شحال هذه والله معاك انا حتى تقول لي تصلي دائما ديك الشبال الفهنا ما زوين كنتسكر كبلي جديد الحمد لله دابا الدنيا زيانه ربي مبدل الاحوال زيانه وزادت زيانه مع الحباب الغاليين اللي زينوا لي الحاله وزينوا لي الدنيا وزينوا خوتي انا حطيت الزيتون في البلاصل الزيتون تنزل في الطبيلة ايوا فرق سير هذاك الفخار الفخار كيدار راه يضرب رجلي الكبيره يضربها البرد حسن اخيتي من داك بطاطا حتى حنا بحت عشينا بها البارح كلينا اصلا امتي فهاد الغلايه ديال اللهم اشري قطه القناريه ولا شتا ماما 180 البارح الله يعطيها الصحة وعلى عطيها الصحة انا عبتي الرعدة عندي في قلبي الداخل مشيت المنضد منضد مالك انا حسب ما نجي جديد قالك معي خويتي وصلوا من العرب ساعة مرقين هيدا اختي جيبوا من المرقة جياني اش فيها مريم عمري طيب المراقي انا ودك من الطبلة هو من الصطابة دي تجيبه من المرقة صاف الله هزي عمتي كان هدي الخوت المشاهدي لا 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 هزي عمتي بصر يلا هزي هزي مريم وزيتي نديو اول حاجة نديو الشطاطة الزيتون والخيار السيرين لا كم بنياتكم تنتوما تبارك الله عليكم اخوتي العزاز وشكرا لكم بزاف هذا باش الصيف طيب اللي بعدا قينا حنا ويا صاحبي جديد السلام عليكم مشاهدين ديالنا تبارك الله عليكم مشاهدين جميعا شكرا لكم على التتبع ديالكم شكرا على الوقوف ديالكم مع هاد العائلات كاملين شكرا لكم على التسوالف الاخت ديالي العائله كامله كنشكركم بزاف الحمد لله انا جايه بخير وعلى خير
ياك تعشى معنا الحمد لله، دعوتكم معها ودعوتكم على عائلتها، وشكرا لكم بزاف. تسنى خدي شي شوية تفكر كتفضلي حنا مادام انا وياها بدل منها غير هما من مادام ساك يكون انت هو ما كيعاين انت هو المهم تربح رجالة كلهم كيحلوا نعم والله شنو يا اخي هما هما يفرضوا علينا شكون اللي يدق على الزعق التبسيط انا وياك ديما قابزين اه ما يقولوا الله يرحم غادي نقول شكون اللي كيسبق التبسيط الاول انا ولا عبد الواحد الله واش غنقول شباب تخلي الله لا لا قول بسم الله غير كنضحكوا